وندير واحد الخلاصه لهادشي اللي شفنا لحد الان. دابا دو دروات، دو دروات دون ليسباس كاين جوج حالات، يكونوا كوبلانير ولا يكونوا نو كوبلانير. صافي دابا وسط الحاله ديال كوبلانير، حيت دابا الا كانوا كوبلانير صافي ديك الساعه بحال الا دخلتي انت لا جيومتري دون لو بلان، دخلتي الهندسه المستويه ديك اللي كنا كنخدموا فيها في جميع الدروس ديال هذا العام بحال طاليس بيتاوس، دوك الدروس كاملين كنا كنخدموا غير في لا جيومتري دون لو بلون، ما كنا حاصرين انفسنا على لو بلون ديال لو طابلو بهاك السطح ديال السبوره. السطح ديال السبوره كنا كنتخيلوا عباره عن مستوى. وهنا اذا كانوا كوبلان كاين جوج حالات، يكونوا سيكونت ولا يكونوا باغالي. ردوا البارا هاد باغالي واخا نكمل. دابا الا كانوا سيكونت تاني، تاد سيكونت تاني فيها جوج حالات، سيكونت يكونوا بيربونديكولار صافي، يقدروا يكونوا بيربونديكولار دي لا تاع باش نفرق على باغالي، ولا يقدروا يكونوا سيكونت عاديين صافي. باغاليل كاين يا يكونوا ستريكتومون باراليل ولا يقدروا يكونوا كونفوندي. دابا اللي بغيتك تشد من هادشي هو رد البال، راه هاد الحالة ديال نون كوبلانير ياك، وهاد الحالة ديال ستريكتومون باراليل راه في هاد لي دو كا ما كاينش اون لي دو دغوات نون اوكان بوان كوما، ما كاينش عندو كاع شي نقطة مشتركة، ولكن راه حالتين مختلفتين. Donc, comme l'une des oppositions relatives de deux plans. Donc, position relative de deux plans, d'un plan et d'une droite. Donc, je vous d'abord ordre à l'isbier les moustawaïens. Donc, définition, le parallélisme. Tawazi. On dit que deux plans sont strictement parallèles s'ils n'ont aucun point commun. Il m'a dit que si nous avons un point commun, ça veut dire que nous avons un point commun. Nous avons un point commun. Et cela, il y a un point commun. Il y a un point commun. Deux plans parallèles. Je vais vous parler du plan. Le plan commun et le plan P. هادورا متوازين، ولكن كما قلت لكم المستوى راه إن با دي ليميت، ما عندوش كاع حدود، راه غادي كيتمدد إلى ما لا نهاية، حتى هذا راه كيتمدد إلى ما لا نهاية. ولكن واخا هما كيتمددوا ولكن ما عمرهم ما يتلاقاو، حيت واحد الفوق واحد التحت. حكتي الطوابق، حكتي الطابقين ديال شي بنايه بحال هكا، الا تخيلناهم عباره عن مستويين ما عمرهم يتلاقوا، حيت واحد الفوق واحد التحت. دابا الا كانت عندهم شي بوان اون كومان، كاين تفسيرين، جوج ديال التفسيرين، يا يكونوا كونفوندو، يقدروا يكونوا كونفوندو بهاك إلا رسمتو واحد بالخضر، الآخر بهاك رسمو بالأحمر، يكونوا كونفوندو زعما راه غيكونوا كيمثلو نيت لو ميم بلون، ولا يقدروا يكونوا لي دو بلون سيكون، يقدروا يكونوا متقاطعين، شفنا حالة ديال التقاطع. دابا الا كانوا متقاطعين التقاطع ديالهم راه غيكون عباره عن مستقيم. دابا اصلا الا كانت عندهم غير بوان بحال الا كان عندهم نقطه واحده مشتركه، كاين يقدر يكون بحال هكا، يقدر يكون يا يكونوا كونفوندو يا يكونوا الا كان، حيت دابا حنا كنهضروا غير اشنو هو بحكتي اقل شرط ممكن. دابا الا كانت غير نقطه واحده، اما بحال الحال راه ماشي نقطه واحده فاش كيتشاركوا في اون انفينيتي دي بوان،
فهاد الحالة هي راكي تشاركوا في نافي تحت هنا لانترسك، ما تنساوش راه لانترسكسيون ديال دو بلون راسيتين دروات واحد المستقيم، والمستقيم اصلا راه كيكون مصنوع تا هو من ما لا نهايه من نقطة. دابا حنا غير كنقول زعما اقل ما الى اكتشفتي غير نقطة واحدة مشتركة عارف راسك راه كاين يا كاين انت في هذه الحالة يا في هذه الحالة، وخاصك ديك الساعة حسب المعطيات ديال التمرين خاصك تبحث مزيان باش تعرف اش من حالة فاش كاين انت. دونك اون دي كان بلون، دابا صافي ناقشنا هذه النقطة ندوزو لهذه النقطة. اون دي كان بلون اون دروات، دابا نهضرو على ان بلون مع اون دروات. On dit qu'un plan et une droite sont strictement parallèles, s'ils n'ont aucun point commun. Quand on dit que le مستقيم متوازي انقطع الى ما كانت عندهم حتى شي نقطه مشتركه بيناتهم. هل في هذه الحاله D ou P؟ La droite D et le plan P. La droite sont ce sont même la droite il est parallèle au plan P. شوف واش كاين شي شكل عندي هنا في سكتش اب. شوف بحال الحال دونك راه واخا يتمدد المستقيم ويتمدد حتى البلون راه ما عمرهم ما يتلاقاو يتقاطعوا. دونك الا ما عمرهم ما غيتقاطعوا في هذه الحاله كنقولوا راه سون مايم سون ستريكتومون باراليل، راه متوازيا قطعا. كاينه حتى الحاله ديال عندي حتى الحاله ديال دو بلون باراليل. فاش كنت قلتي مويد الا كانوا دو دروات نون كوبلانير يعني راه كاينين دو بلون اللي كيضموهم بحيث انهم متوازيين. ولكن ما تقدرش تمشي في لوتر سونس، ماشي دابا الا كان عندك دو بلون باراليل ستريكتومون باراليل. علاش كنقول ستريكتومون باراليل؟ زعما كنحيد هذيك الحاله ديال دو بلون كونفوندو صافي. دابا الا كانوا ستريكتومون باراليل نقدر ناخد واحد لا دروات بهذه الطريقه في هذا لو بلون الزرق، وناخد واحد لا دروات بهذا الشكل في لو بلون فيغ في المستوى الاخضر. فالحاله هاد لي دو دروات غيكونوا باغالي، غيكونوا ستريكتومون باغالي، واخا انهم كيتابعوا مستويين متوازيين قطعا. دونك ماشي ضروري الا كانوا لي دو بلون. دابا في لوتر سونس ما صحيحاش. دابا الا كانوا عندنا دو دروات نون كوبلانير، اي تقدر تلقى واحد لي دو بلون اللي كاين اللي كيضموهم كي لي كونتينيور tel que les deux plans sont strictement parallèles. Voilà qui traduit. Ma qui est l'équivalent, ce qui est l'application, ce qui traduit là. Il a quand même deux plans parallèles. Mais je dois avoir écouté le mot "strictement"
شي الا كان شي مستقيم هنا ومستقيم هنا ماشي ضروري يكونوا نون كوبلانير، لا يقدر يكونوا واخا هكذاك يقدر حكي لك الا رسمتي بهذه الطريقه وهذا رسمتي بهذه الطريقه راه هادو غيكونوا باغالي، غيكونوا ستريكتوم باغالي، ولا كان ستريكتوم باغالي يعني راه كوبلانير، يعني راه تقدر تلقى ثاني واحد لو بلون يقدر يضمهم معا، الا كان شي بلون متعامل مع هادو بجوجهم ودايز للاسفل كيقطع هادو بجوجهم راه غيكون تا هو غيكون غيضم كلا لي دو دروات. Remarque, si une droite est incluse dans un plan, alors elles sont parallèles. De là, si L est incluse, si la droite L est incluse dans le plan P, de là, qui t'a la droite, va être incluse, à dire E. Mais là, il a qui t'a la droite L, L, blâme de gauche, zemad. كار الطبيعه ديال هاد لا فيغور تقول غير ال انكلو دون بي، دونك سي ال اي انكلو دون بي الوغ ال اي باراليل ا بي، الا كان شي مستقيم سي اون اون دروات انكلوز دون ان بلون سا فيدير كون ا لو دروا دو دير كو سي دروات الي باراليل ا سو بلون، الا كان المستقيم ضمن المستوى راه عندك الحق راه حتى في هاد الحال عندك الحق تقول راه المستقيم راه يوازي المستوى واخا هو راه ضمن المستوى رغم ذلك عندنا الحق نقولوا راه متوازن. كما قلت لكم ما كنناقش كل شيء الحالات دابا كان في لي بوزيسيون غولاتيف دو دو بلون ما نقش انه امتى عندنا حق نقولوا راه دو بلون سون بيربونديكولار ولا انا غير كنهضر بعض الحالات ملي كنناقش فقط خاصيه الاخرى غتكون معلومه مشي ان شاء الله. ديفينيسيون دابا هنا نشوفوا امتى عندنا الحق نقولوا راه واحد لا دروات اللي بيربونديكولار ان بلون، امتى عندنا الحق نقولوا مستقيم راه متعامل مع مستوى. Donc droite et plan perpendiculaire, مستقيم ومستوى متعامدان. Donc on dit qu'une droite D est perpendiculaire, on peut dire aussi orthogonale à un plan P ou un point A si D est perpendiculaire à deux droites incluses dans P passant par A. عندك الحق يقول راه دي مستقيم دي متعامد مع بي، عندك الحق تقول ان المستقيم دي متعامد مع المستوى بي الا كان دي متعامد مع جوج ديال المستقيمات اللي هما في هذه الحاله دلتا و ال، جوج ديال المستقيمات متعامد معهم يعني كيشكل معهم زاويه قائمه، راه داير هنا الزاويه قائمه وهذوك جوج مستقيمات اصلا خاص ضروري يكونوا كيمروا من ا، هي نقطه التقاطع بين دي و بي، حيت دابا داك الدرجه هو من اعلى غيتقبل المستوى فواحد البوان ا ويكمل الطريق ديالو الاسفل. دابا الا قدرتي تبين ان دي متعامد مع دلتا ومتعامد مع ال صافي راه عندك الحق تقول راه دي متعامد مع بي. بروبريتي دابا في التمارين شنو غنديرو بحال كيلا قال لك الا بغاك قال لك ديمونتري كو ولا مونتري كو دي لي بيربونديكولار ا بي باش توصل لهاد لهاد لو ريزولتا تو دوا ديمونتري كو دي اي لي بيربونديكولار ا دو دروات انكليز دون لو بلان بي باسون بار لو بوان دانترسيكسيون دو دي اي بي. إلا بغيت تبين أن الدي متعامد مع بي خاصك تبين أن الدي متعامد مع واحد دو دروات مع مستقيمين ضمن هذاك المستوى بي وكيمروا من ديك النقطة اللي كيتقاطع فيها هذاك الدي مع بي، بحال في هذه الحالة خاصك تبين أن الدي متعامد مع دلتا اي الدي متعامد مع لي بيربونديكولار سوغ ال.
D perpendiculaire à delta et D perpendiculaire aussi à la droite L. Donc, et là, tu crois les deux conditions, on a le droit de dire que D est perpendiculaire au plan P. Propriété, orthogonalité. Faites le cas, non, le type perpendiculaire ou là, le type orthogonal, à son orthogonal, parce que si il y a M à la perpendiculaire. Orthogonal. Orthogonal, il y a le halal M. D'abord, halal khasa dial, il y a perpendiculaire. يعني لقيت باش كتقول بيربونديكولار راه يمكن كتقول اورثوغونال، ولكن العكس لا، بعض المرات خاصك ضروري تقول اورثوغونال الا مشيتي تا قلتي بيربونديكولار خطا. دابا بيربونديكولار انت عندك الحق تقولها الا كان بيناتهم كاينه نقطه مشتركه، دابا دو زوبجي ولا دو فيغور جيومتريك اون لو دووا دو دير كيل سون بيربونديكولار سيلزون un point commun. Il a quand même deux points communs. Donc, comme le verbe de droite de propriété, si une droite, on va laisser la propriété, je vais changer le verbe. Le verbe est dans cette cas-là. دابا هاد الحالة دابا إلا كنا شنا من هاد في هاد المكان نقولو راه بيربونديكولار ياك، علاش؟ لأن حبسي داك الخدعة البصرية هي اللي وهمتنا، نقولو راه سون دو دغوات بيربونديكولار. في العربية أصلا ما كاينش، كنقولو التعامد ما كاينش، ما كنفرقوش بين بيربونديكولار و أورثوغونال. في الفرنسية لا، بيربونديكولار عندها هي حالة خاصة ديال لورتوغوناليتي. لا بيربونديكولاريتي سي ان كا بارتيكولي دو لورتوغوناليتي. في العربي بجوج كنقولو لهم التعامد. دابا إذا شتي هنا غتقول هادو بيربونديكولار، لأن غتصحابو هنا وراك هادي ان بوان، هادي بوان كوم، هادي نقطة مشتركة، ولكن هي في الحقيقة هادو راه ماشي بيربونديكولار، هادو راه اورتوغونال. انا فاش ندور الشكل باش نكتشف انا ورا شو، ما اصلا ما متقاطعينش، فاش حد ديال الفراغ بيناتهم. هاد الحالة دي كنقولو هاد لي دو دغوات سون اورتوغونال. سون اورتوغونال، ملي تسمع اورتوغونال يعني راه إلا شفتيهم من واحد الزاوية غيبان لك راه بيناتهم كاينة زاوية قائمة، الفورم ان اونجل دغوا ياك، ولكن راه ما كايناش نقطة مشتركة بيناتهم، إنو أوكان بوان كومان، فهمتو؟ دابا هادي أورتوغونال، إلا مشيتي قلتي على بيربونديكولار غلطتي. نشوفو واش نقدر نحرك هاد الوجه. دابا إلا شوفوا في هذه الحالة، دابا هنا فعلا هنا راه بيربونديكولار، علاش؟ حيت كاينة واحد النقطة، نقطة مشتركة بيناتهم، ils ont un point commun، وبيناتهم كاين واحد لونجل دغوا، زاوية قائمة بيناتهم. ولكن دابا هادي بيربونديكولار، ياك تقدر تقول عليها اورثوغونال إلا بغيتي، حيت أصلا حكيتي الاورثوغونال راه أعم من بيربونديكولار. ولكن إلا حركت هذا بعدتو منه هنا في هاد الحالة، إلا قلتي بيربونديكولار راه غلطتي، علاش؟ لأن ما كايناش بوان أون كوما بيناتهم. المصطلح الوحيد اللي باقي صحيح هنا هو اورثوغونال، حيت باقي الزاوية القائمة بيناتهم، حيت إلا شلنا من هاد
من هذا اللونغل من هذه الزاوية يبان لينا كاين هنا في اللونغل دوبل. دونك عقلو مزيان، لقيت اي سياق تقدر، اي كونتكست تقدر تقول فيه بيربونديكولار راه بيمكنك تعوض هذيك الكلمه باورتوغونال، ولكن ماشي دائما اورتوغونال تقدر تعوضها بيربونديكولار. انت تقدر تعوض اورتوغونال بيربونديكولار الا كانت شي بوان كومان اونتخ لي دو فيغور جيومتريك بين دوك الشكلين، كانوا مستقيمات ولا المهم هاك مستقيم على مستوى، اصلا مستقيم مع مستوى دي. الى كانوا متعمدين دائما غتكون عندهم نقطة مشتركة ماشي بروبريتي. دونك سي اون دروات دي اي بيربونديكولار اورتوغونال ان بلون بي يتصل هنا بحال هنا دي راه باقيين اللي تخدمين في هذا الشكل. دابا دي راه بيربونديكولار بي وتقدر تقول راه اورتوغونال بي تي صح. Alors, elle est orthogonale à toutes les droites incluses dans ce plan. Il a qu'un avec D. Il a qu'un avec D. Il a qu'un avec D. Mais tu as un avec P. Il a qu'un avec D. 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 حتى هادوك اللي ماشي ما متقاطعينش مع الدي بحال الدي. شوفوا الدي دابا الدي والدي الا تخيلتي الشكل مزيان راه غايبان لك انه راه ما ما كاينش شي بوان كوما اونتخ لي دو، ورغم ذلك عندك الحق راه تقول اورتوغونال حيت راه يلاش ان اورتوغونال دو دغوات اورتوغونال ماشي ضروري يكون عندهم ان بوان كوما. شوفوا دابا هنا في الديمونستراسيون هنا غنقولوا سي الا كان دي perpendiculaire au plan P, il a la droite D perpendiculaire au plan P, ou quand la et la droite D incluse dans le plan P, ou elle n'a pas le sens de la mission P, là, on a le droit de D, la droite D est perpendiculaire, moi, je vais dire que c'est perpendiculaire, D est orthogonal à la droite D. بحال في هاد الحالة دابا انت قدرت ديمونطري صافي ديمونطريتي راه لا دروات هاد لا دروات اورانج اي لي بيربونديكولار او بلون او بلون كري المستوى الرمادي. وباش ديمونطري هاد لا دروات لي بيربونديكولار او بلون باسكو ديمونطري راه باسكو ديمونطري هاد لا دروات لي بيربونديكولار دو دروات انكلوز دون لو بلون غري سي كونت او بوين دانترسيكسيون اونتر لا دروات و لو بلون غري. الى بغيتي تبين هاد المستقيم متعامد مع المستوى خصك تبينو راه متعامد مع جوج مستقيمات ضمن هذاك المستوى. المهم نفترضوا حنا دزنا من هاد المراحل وصافي برهنا انه هاد المستقيم راه متعامل مع هاد المستوى. دابا هنا بقى الى قدرتي تبين راه هاد المستقيم متعامل مع هاد المستوى صافي راه عندك الحق تقول راه هاد المستقيم متعامل مع جميع المستقيمات اللي ضمن هاد المستوى الرمادي ومن بينهم هاد المستوى هاد المستقيم الاحمر. دونك هادو راه هاد المستقيم البرتقالي والمستقيم الاحمر. دابا هادو عندنا حق نقولو راه متعامدين بالفرنسي خاصنا نقولو اورتوغونال ما نقولوش بيربونديكولار حيت هادو ما عندهمش شي بوان اون كومان ولا بوان كومان اين نو اوكان بوان كومان ما عندهمش كاع شي نقطة مشتركة. ولكن شوفو مزيان الى دورتي دايما الى دورتي الشكل راه حقيقة غتكتشف انه الى شتي من واحد الزاوية زاوية النظر الى قديتها يبان لك راه كاينة واحد الزاوية قائمة زاوية قائمة ولكن ما عندناش حق نقولو بيربونديكولار حيت ما عندهمش واحد البوان كوما راه مباعدين بيناتهم.
تقريبا هادشي اللي كاين في هاد المهم هادي غير واحد لابارتي هادي دابا راه كاينة في الدرس لو رجعتو للكتاب بحال ديال العربية كاينة هاد لابارتي ديال كومون ديمونتخي اون دغوات لي بيربونديكولار ان بلون. شي سؤال بالنسبة لهاد هادشي اللي شرحت الآن؟ باقي لي ديك لابارتي ديال لاغرونديسمون l'agrandissement et la réduction. Quelque chose.